بسم الله والابن والروح القدس الأوحد أمين. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم وحلقة جديدة برنامج لقلق، وحلقة النهاردة أكمل بيها بعض العثرات اللي البعض بيتخذها حجة ضد كلمة ربنا في الكتاب المقدس. احنا قلنا المرة اللي فاتت ازاي ان الكتاب المقدس هو للعلماء كما للبسطاء ايضا، لكن حتى العالم الكبير بيقف قدام كلمة ربنا كتلميذ بسيط جدا. في عثرة تانية بيقولوها هي ان الكتاب المقدس ده الناس اللي هم الحكام والحاجات دي دول اخدوه عشان يخضعوا به الشعوب، وده عبارة عن كلام بس عشان الناس تطوع الرؤساء وما يعملوش ثورات وكده. لكن الحاجة اللطيفة قوي ان زي ما بيقولوا عن المسيح هو السار الاعظم في التاريخ. يعني خدوا مثلا الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية قامت على ثلاث مبادئ مهمة، هي الحرية والإخاء والمساواة. ثلاث حاجات دول، حرية إخاء مساواة، قامت الثورة الفرنسية عشان تحقق الثلاث حاجات دول. الثلاث حاجات دول متاخدين موجودين في كلمة ربنا في آية واحدة في سفر من أصغر أسفار الكتاب المقدس، رسالة فيليمون، دي عبارة عن إصحاح واحد، نلاقي فيها الثلاث حاجات دول موجودين في آية واحدة. عدد 16 بيقول إيه؟ دي كان بيتكلم عن عبد هرب من سيده وراح لبولس الرسول، فآمن بالمسيح على دين بولس، فبولس الرسول كان يعرف سيده اللي هو فيليمون فرجعه له تاني. فقال له ايه بقى لما رجعه؟ بعت معاه الرساله دي وقال له انت تقبل انسيموس بعد كده ايه؟ لك عبد فيما بعد. طب لما نقول لك عبد يبقى دي ايه؟ حريه، يبقى دي الحاجه الاولى. بل افضل من عبد اخا محبوبا، يبقى ده ايه؟ الاخاء. يبقى الحرية والإيه؟ والإخاء. أخا محبوبا وليس أيام إلي. فتصور بقى لما بقى أخو بولس يعني سوى نفسه بولس، يبقى عايز إيه تاني؟ بولس سوى نفسه بيه، بقى أخوه، يبقى المساواة، حرية، إخاء، مساواة. ثلاث حاجات قامت عليهم الثورة الفرنسية موجودين ببساطة شديدة جدا جدا في رسالة من أصغر رسائل ومن أصغر أسفار الكتاب المقدس. ولما يجي المسيح كده ويقول ويلوا لكم أيها الأغنياء مثلا في رسالة يعقوب، وأنتوا أكلتم تعب الحصادين وكده، يبقى إزاي بقى بيبص بالخنوع وبالمذلة والحاجات دي كلها؟ ولما بيوصي إزاي الكنيسة الأولى كانت لم يكن فيها أحد محتاج وكان بينهم كل شيء مشترك، يبقى ازاي نقول ان ده الكتاب ده بي 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 بيحض على الخنوع او على الاذلال؟ حاشا. وان شاء الله نكمل في الحلقات الجايه، ولله المجد الدائم الى الابد.